ومن له بنون بلا مال يعيش في شقة. الذي له بنون عيال ولا يجد ما ينفق سيكون في شقة. ولهذا يظهر أن الآية كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بدأت بالمال لأن المال أحظى، والمال هو الذي يرعى الأبناء، بالمال ترعى الأولاد. ولهذا كان المال فتنة للإنسان، فتنة له في الحياة. يجب عليه أن يفهم الدنيا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لأن المسألة مسألة استحواذ. الدنيا إذا كانت في القلب تملكت الإنسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما الفقر، يقول للصحابة: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنفتح لكم، تفتح لكم كما فتحت لمن قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مشكلة أن الدنيا تستحكم في القلوب. الناس يصبحون كما عبر النبي مرة، يقول يركضون في الحديث القدسي، قال يركض فيها ركض الوحوش في البرية، لا يدري إلى أي نقطة سيصل ولا يدري له مقصدا. القرآن قال: واقصد في مشيك. هذا الذي يلهف من أجل الدنيا لا يدري له قصدا، هو يلهث ويمشي إلى غير نهاية.